الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده. إخواني الأعزاء، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، بورك الله فيكم وفي ممشاكم وفيما أردتم أن تقدموه لهذا المنشر. بارك الله في صحتكم وفي أولادكم وفي والديكم وفي ما تريدون أن تفعلوا فيه. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الصحة والعافية وطول العمر وحسن الخاتمة، وأن يجعلكم قدوة لهذا المنشر وقدوة لهذه القبيلة بني سداد الجبل وبني سداد المطاور والمغرب كافة. نعم إخوة الإيمان، أولا وقبل كل شيء أشكر القائد قيادة بني سيد الجبل ورئيس الجماعة سي عمر وأعضاء الجماعة والإخوان الحاضرين، من نعرفه ومن لا نعرفه كل باسمه. نقول لكم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع المبارك مرحوما، واجعل تفرقنا يا مولانا موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا يا ربي في صحتنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي والدينا. اللهم بارك للأخ يوسف الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك في هذا البيت، بيت الله سبحانه وتعالى. وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد، والأخ يوسف الذي جمعنا في هذه أو في هذا المنزل أو في هذا البيت وأطعمنا، اللهم أطعمه من طعام الجنة، اللهم أطعمه من طعام الجنة. بارك له يا رب في صحته، بارك له في والديه، بارك له في جماعته، بارك له في قائده، بارك له في رئيسه. اللهم بارك له يا رب في كل شيء. اللهم احفظنا واحفظكم من كل مكروه، اللهم يا رب احفظكم من كل سوء، اللهم يا رب احفظكم من كل ضرر، اللهم يا رب اجعلكم لنا قدوة، اللهم اجعلكم لنا قدوة. اللهم نقكم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلكم من شباب أهل الجنة، من شباب أهل الطاعة، من شباب أهل المعروف. اللهم اجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما نشكر الإخوان الذين جاءوا عندنا من بعيد أو قريب لكي يقدموا لنا هذا المشاعر أو هذا المشروع، الطريق أو غرس. نقول لكم بورك فيكم وبورك في صحتكم وعلى رأس جلالة الملك محمد السادس. اللهم يا رب شافيه وعافيه، اللهم شافيه وعافيه، اللهم يا رب شافيه وعافيه، اللهم اجعله لنا قدوة يا رب العالمين. اللهم بارك له في صحته، بارك له في ولي عهده، بارك له في إخوانه، بارك له في جماعته، بارك له في بارك له يا ربي في جيشه، بارك له في كل شيء يا رب العالمين. نحن جميعا اللهم طهر قلوبنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللي عنده شيء مريض اللهم يا ربي شفيه وعافيه في هذا الشهر المبارك، في هذه الليالي المباركه، في هذه الايام المباركه، في هذه الاشهر الحرمه. اللهم يا ربي شافي كل مريض، اللهم يا ربي اشفي كل مريض، وارحم كل ميت يا رب العالمين. اللهم اخلف عليكم بكل حبة ألف حسنة، اللهم يا رب اجعل خطوتكم بكل ألف حسنة. اللهم يا رب كما خطوا إلينا بهذه الخطوات، اللهم بارك لهم في خطواتهم. وانتوش الإخوان عبد الصمد، اللهم يا رب كما يقوم بهذه التغطية، اللهم احفظه في والديه، احفظه في صحته، احفظه في إخوانه، احفظه في جماعته يا رب العالمين. بارك لنا يا رب في جماعتنا، بارك لنا يا رب في إخواننا، بارك لنا في يا رب في كل شيء ما نتمناه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. المهم اواني الدعاء الامام نخصص له شويه، يعني نشكر حتى الاخوان
إوا كان خويا ديالي وداني يوجد باش نسلم ميدينو سغامض هو الوفد ديال يوسف الوفد ديالو غادي تواضي الدرك الملكي القيادة الجماعة المنتخبين المجتمع المدني المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدو نشكر سعد الصمد السقالي وقناة دي مريف خطاطية نجلي إعلامية سعد الصمد، شكرا جزيلا. ونشكى السكينة مضوع لاستقبال الناس، نشكى الأخ يوسف قارج بارك الله فيك. سعد الصمد في إطار سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش في إطار تنزيل الجيل الجديد جماعة بني سيدات الجبال مع مديرية فلاحة إقليم المنظور ارتأت إلى أن ننتش اليوم بتعليم السيد رئيس جماعة بني سيدات سي عمر السقالي أنه هناك مجموعة من المشاريع لنتصل المشاريع إن شاء الله هذا خرقا من بينهم سعد الصمد هو ذيني إن شاء الله ثنين ومانوثل ذيني مشروع الخروب يعني ديال دي منطقة مضوع زائد جن الطريق ذي 3 كيلومتر أعتقد 3 كيلومتر شي حاجة لي 3 كيلومتر وها فينا ذي جن السلسلة ذي ميتو غنبدي يبريد لي غنغدي باكوار يبريد لي غنغدي يتغنم إن شاء الله المستقبل من ذلك ومش تاني تدي جن الدخلة باش أخويا عبد الصمد باش الإخوان تسمع لأنه باش تصريحين بصفة مسير مكتب الجامعة ذي أذو شركين مثلا يوسف يوسف هذه في الشاسة كاين الناس هذه اللي من خسر ديالي هذه وفقا ان شاء الله خو السي يوسف خاص التفاصيل اكثر. مرحبا يوسف اخويا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم. نهار هذا جن فرحه نهار هذا مضوع بالنسبه لشريج الانطلاقه خارب المشاعر المهم اللي تهم مضوع مشى الانطلاقه المشروع مبرز 3 كيلومتر دايس بلاد مضوع مارس 100 هكتار تسبوع غير ندير عليه مضوع يعني بنت تي شي توقرز ديال الحول نتوما ترجع غتزكم الدرجات يعني اسم المجهود اللي قال رئيس الجماعه اللي تسجل السيد عمر السقالي بصفته رئيس الجماعه وبصفته ممثل للفلاحه استطاع على هذه السلطه تصل المشاريع كجنوا يعني زمنيه طم الزياد يعني هذه البدايه وها يعني شي ندوات وهذا الحلم يعني توشن رجل واحد يسكن الموضوع هذا يبان الانتخابات يعني قاس قيوفا يوفي نفس السروع اللي توضع يمشى المشاريع قفلت دغ ارض الواقع 3 كيلومتر مبرير 100 هكتار تسيغوا يعني تشكار تتس وتشكار مار المسؤول اللي جا ديال المديريه الفلاحه هذه النظر يعني زوج زينه القرا تيشن يعني يفسر لنا مار العالم القروي راسنا الاستراتيجيه يعني بالنسبه للطرق لا نفك العزله لا الغارس لا الابار لا منه. يعني انا نشقى يعني غازات فهمت يعني ما راه مانا شي كونتاجات لها يعني نتشكاري مرة مسؤولين نتشكاو القائد قيادة بني سدالة ولا تيتشان خوص بكلشي نتشكاو عوات توشان أعضاء الجماعة اللي تسجلوا مرة اللي كيبغي يصوتوا ضد الدوارات يعني يجي واحد المشاريع هذا حتى كيجي من يعني كيجي السلسلة يعني غنقول عراقيل اللي هو يحس والي هو يعني نتشكاري مرة لأعضاء الجماعة للموظفين الجماعة اسما تكمل المجهود مرة مجي في مرة يعني مرة تشخص يعني ويتعرق المشاريع التانية ديال الجماعة اللي تسجل ويا يوسف الشكاري مجلس القان خدم مجهود الشكر خويا انا اختي وديت تي القراس مرحبا بكم ونشكر الشكاري يعني السكوت ديال الصوت ديال الصوره يو ذا ريجن بار راني غادي نجي ندخل. مرحبا خويا ياسم الشكاري شنو خدم مجهود ديال تي سير جارو دير شك من بين المواطنين اللي كاين غيوسين مجلس القان المنطقه يعني نغي الفكره العامه يعني من التوالي القبال. بسم الله الرحمن الرحيم. من شويه انا غسلت الصمد نهار أستاذ زيسر ونباكر إلى مقر الجماعة ومنها انتقلنا إلى مقر القيادة حضرت توقيع انطلاق أشغال المشاريع ببني سيدة الجبال وبوادر الخير بدأت تلوح في الأفق ليس كلاما فارغا ولكن بلغة الأرقام والمنجزات. أولا هناك مشروع تنشين استئناف الاشغال ديال الدوار هذه ابريد ايتغان اولا توقعت اتفاقيه تنشين مشروع طارق بتوع ثانيا حفر بئر بدوار ايتغان ببني سدة الجبال وتزويده بالطاقه الشمسيه كما انتقلنا الى القعده مع السيد رئيس الجماعه
والسيد قائد قيادة بني سدان وقائد الدرك الملكي وممثلين عن وزارة الفلاحة. هناك تم تدشين عود بئر ديال القعدة ديال القعدة، ومنها انتقلنا إلى دوار مطوى دوار إحماشن. يا حماشن إحماشن لتسمين تعاونية بوخرطة تعاونية حماش بوخرطة لتربية النحل. ومنها انتقلنا إلى دوار مطوى حيث أعطى السيد الرئيس انطلاقة مشروع تشييد الطريق على مسافة 3 كيلومتر، مشاريع مهمة للجماعة، ونتمنى التوفيق ومزيد من الإنجازات إن شاء الله. والسلام عليكم. سي جارودي شكرا خويا مراد من دراغتين هذاك وراجع سي جارودي سي جارودي من لجنة سي مراد من لجنة الكلام يوداني هو كان غيحضر شي ثاني يعني تجيني وخا عندي تاذي مضوع ضروري ننتقد كمان. السلام عليكم مراد البشيري نترحب بعد زي المتتبعين مرة الموقع نوام. يجب الشكر ضم قرانا بعد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. انت دائما في اطار يعني التعليمات اللي نسيتي شي من اولويات ضم قرانا ديال العالم القروي باش الصناعه نساولها بعد دوار بني سيدان الجبل. الحمد لله نهار يجن اثنين المشاريع ضم قرانا دفون غانور ان شاء الله انه زراعه شجر الخروب. الشجريه مش نسن تسد الخصوصيه من المنطقه يا ثاني تاع المناخ المنطقه مناسبه يعني مناسبه ويجن الفكره تقوم شمس. نتمنى ان شاء الله السكينه تكشفوا سيمانايا طاح حبس المشروع عن جميع التسهيلات. ثانيا هذا المشروع يعطى اليوم نهار مشينا نغلي انطلاقه وبريد يجن المسافه 3 كيلومتر دوزيام. نتمنى ان شاء الله أتفغ الوجود فيه بشي إن شاء الله تفضل إن شاء الله بذين قبل انطلاقة واه نهارك قبل شي انطلاقة. نتمنى إن شاء الله أنه منايا أذي عزوما تفضل إن شاء الله عن غبري ذي عجل باشي وذين تزندغط شاء استمو بينذ واسدي توقع وال وتكعب المشاكل إن شاء الله. شكرا أخويا مراد نشكاريش من جديد قلم جودة تقم كني ولدي مجتمع المدن أسلم شيش نكلم يعني رئيس التنظيم المهني يتبعني تسمى غاس بس يعني المعلومات المعطيات كتاز زي الإخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا مكعات سمي سبياني وذن من الزوغة في المنطقة من غذي الفلاحة من غاس الغارض ذي الدولة زي المشاريع هذه ونتا يجن مشروع قناة سجل الأخضار يتشني في سيدنا الملك محمد السادس نصر الله حقو عامين زكوامي تتمان المخطط الأخضار يتوغذي يد الزيتون يتوغذي يد الصبار ذي سوينات حقو تقلن غاجن تشجير ناني قناة الخروب ذي البنية التحتية إلى عالم قاروي من تعالى البنية التحتية هو أنه ذي ريوبريد ذي ريوانو غتيري شن في لحان الغني مثلا الخروب يتقوم الجفاف يكسبا وذي تسمى المدخولي يفجح مزيان المنطقة قايه خاصه الموضوع على عليا القارص الشي المعري توغي في جهه ديني فين يتجاوز فين استفاد ولكن خو تغيرات المناخيه في عامين ودا الشي نعوض الطاس هنا ماني واش نحاش غتستفيد والو القيمه العاليه يا عارف وادي سود هذيش نحاش تسري هو مثلا سكويا 40 دولار من هنا ذين القبيله غير غير حسن الدين تسري هو مشروع تسري هو مشروع اي تسري هو البدايه للمشاريع المغني ان شاء الله هذا يريوانو غادي يدير شي حاجه الوحده المغني من مثلا الخروب مراكين العاليه شي ندافع على المشاريع ونشكر مثلا مجلس الرئاسه على المسماره القياده المسيده المماره والدار المدير الخميس في هذه المره وعلى يقين انه يفجعها ما لا استجب لك مشروعها انه العاليه ان شاء الله يدير لي جنه وذاك الجماعه المسيده الجبل للتنميه من زمان الارضيه موجود يوزن غاص الغارض وهذا هو التصل ان العرقلي وغاوز تما من غاكني وذاك اللي نضعون هذا كيما ديما نجلس نغكل الدوله غتحفى غتكسيانه غتسو غتكي مسرين غني المشاريع الاساسيه تسمى مع الوقت مشي نتمثل في الجهاد ما غادي نشان الصعوبات ما غادي نشان الحاجه تما نحل المشاكل مشي نتمثل ناس المشاكل اللي تنحل تنحل مثلا نشان لقيت عشان نجينا مو شان حاجه تما نغزا غادي نسنى في الحل مثلا نفس الحل ثمن ماتريال الغان مشي عن وين نحل المشاكل واش جبنا لنا القيمه اللي خزاوه المشكل ما لقيتها انت صادي الحل ما نسمعوش غندير الحل الحمد لله نهار السلطان الجماعه المدير فيها قال الشينا قال غير الموقع ولا لي كلشي هذه حفاظ هذه الزوغ هذيك في مسنين اذا ولا غاشي المشكل انا عارف مين يعني المشكله هذا الحل نزول ما ضم هذا العري ان شاء الله ما لا يسامح
الزو التسريع هو الدولة مين تقرق وفخزع يونان سنمشروع هذا سريع هو ما غاسا القبيلية ما غاسا الغارة ما كيني غاسا الغارة أقش خونشين كيف انتهي دار الجبل نجاز زيتون نهار جشنا نغني تنين ومالو ذا رادر علي شعر الله هذا بذاني وذانا الزو التسريع هو يجعامي بخاتة ثلاثة غابعة ومالو ذا هاتف دي وذانا سخدام لي وذان لأنه ما يمكنش المديرية النفيلة حتى زيش تبقانو وغادي نورا ذي الجشار وغادي نشاري وذانا الفوز نعاون المشروع هذا البداية غاي وذا نتسمى خسن غاز من الغارة ذا مني من هو الخدمان الدولة قتاكيسة ورجي الأخضار وشو ذا يستيبنا عشا سنين تتغزي يزيدوا ذا نسوك الله واسن الجي من شار بوصايا الفيلحة غاز لاعتمادة المالية ذي رجي الأخضار هذا خدمون غاني هنا خدمنا جرانسة هذا خدمنا جرانسة هذا استفدن الدولة قتاكيسة ونشكاري كني خوة مني غش وزمان تحسب من دش النهارة قاعد هو ذا يتمى هذا مجموعة من المشاريع دشنا نتن ذا يستشنا دشنا أبريد موضوع ثلاثة كولومين مية كتان تسريع واضي مضوار أنو بدوار أي أدوار أي تغان بغير مضاع أنو ذي رجع ذي المنطقة القضية بعقوار كشن دي ستاعي وين السواقين وبش الحمامة تيرية من النسوة تريح ذي هو هذا كشن صاري لا الخو ذي تايوين ولكن إفجح لني دان دي بعقوار نغذي مضوار استفاد السنين عما صوت بيش يشوف تعشي نازل كالساريج الساريج من اللي يفغي قنا فجحني نذي فجحني غي ترون الساريج ذي بعقوار أدكي سوين ضد تموات ماني غير خلق وقت استقالي الدولة جاي الساريج ماني على الشك أو يدو كي تعال تموات شنو يفجحنا فوي وين كي تعماني غزو طمع الزريق راذي اني يزو الساريج قماش الدين تاعي غير من الساريج إذا نخسي يفجحني ني نهني لاني نتسهم وصل غارض إيضا دانش مين تخسر تاعي قد تقنش تازو الساريج وش إذا نغماني غنك الساريج إذا ماني أنا نخسو إلى 380 واحد أنت من ذي تحماش المخرطة باش تسماهم لانه نهار تخدم مثل المنتوج الى عيني نهار راه كيري نونسا السر المسيح ما تخدم مثل عشوائي كاين غير كما قرنيش انا قرنيش انت مسداك ليش نونسا ليس ما ليس سيتي تسمى يا مو يغير الشكل وكيري مو نقصد كني تسمى خسر الحال المنتوج ملي يريد بظروف صحيه نيشان وثمان ايام ما نعرفش ان شاء الله كشن تقضي كتاب يلا فيها شنو الكلمه المواطنين اجوز كلمه غاسيلي وانا اجا سيرجع معلوم صح.